سأل أيضا المنفرد هل يجب عليه الأذان؟ المنفرد إذا كان في برية ولا يسمع فيها الأذان فيشرع ذلك، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالأذان في البرية، وكذلك ورد أحاديث في فضل الأذان في البرية. وأما في المدينة التي يسمع فيها الأذان ثم يكون هناك مثلا سواء كان منفردا أو مجموعة أشخاص ثم يؤذنونهم في البيت مثلا ولا في مقر العمل وفاتتهم صلاة الجماعة ثم يأتي ويؤذن، هذا لا أراه مشروعا، لأن الأذان سمع، ومقصود الأذان هو أن يكون مسموعا لدى الجميع، كما أن هذا ليس مسجدا رسميا معتبرا حتى نقول يؤذن بحكم الوظيفة. فبعضهم يؤذن في الحضر، وأرى أن هذا غير، ليس من جنس المشروع، لا أرى له أن يؤذن، وإنما إن كان هناك من سيحضر الصلاة يناديه لحضور الصلاة ويكفي هذا. فهذا إذا كانوا جماعة، فضلا يكون هناك أن يكون منفردا، والله أعلم.